الشوط الخاص باللقاية البكار في مسافة 5 كيلومترات. جائزة هذا الشوط سيارة للمركز الأول وجوائز نقدية حتى المركز العاشر. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. ننطلق بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط وأرهني اللي قادت المجموعة كتارة اللي انطلقت بالصدارة منذ البداية. ظافر بن راشد بن مسعود بن حباب المظفري من ينطلق أيضا مع كتارة اللي انطلقت بالمقدمة، تليها مع المركز الثاني نتابع المركز الثاني وراء التحديات في هذه اللحظات. وشعار سعيد بن محمد بن هويمل العامري مع الشاهينية اللي تنطلق مع المركز الثاني. ثالث التحديات أرى القدوم من ظن لعبد الله بن طالب بن محمد بن علي بن شفيع، ومع المركز الرابع من الجانب الآخر أرى التحديات القادمة، الانطلاقات المثيرة. وأرى الظبي لأحمد بن مسلم بن عزيز المحرمي من يتابع انطلاقة الظبي مع المركز الرابع. خامسا مشاهدينا متابعينا الكرام، أرى التحديات القادمة والتسلل لهزر لمحمد بن سالم بن حمد بن يطمع العامري متابعا لانطلاقة هزر مع المركز الخامس. هذه النتيجة والنداء الأول للخمس المراكز الأولى بهذا الاندفاع المثير مع هذا الانطلاق الرائع على أرضية هذا الميدان، ميدان الشحانية، ميدان التحدي. ولكن لنا عودة مع الصدارة، مع البداية، مع المقدمة، مع التحديات المثيرة. نتابع الصدارة، نتابع كتارة، من تنطلق على المقدمة. ظافر بن راشد بن مسعود المظفري من يتابع انطلاقة كتارة وهي تنطلق وتندفع بناموس هذا الشوط. ولكن أرى التغيير، نتابع ضرغامة اللي بدأت تتسلل وتنطلق مع المقدمة بشعار محمد بن سعيد بن هويمل العامري، تنطلق بالمقدمة وتندفع بناموس هذا الشوط، تليها مع المركز الثاني أرى التحديات، أرى الانطلاق المثير. نتابع هزر مع المركز الثاني محمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري، ومع المركز الثالث أرى القدوم لعبد الله بن طالب بن محمد بن شفيع من يتابع انطلاقة ظن مع المركز الثالث. رابع التحديات أرهني كتارة لظافر بن راشد بن مسعود المظفري من يتابع انطلاقة كتارة مع المركز الرابع. خامس التحديات الظبي لأحمد بن مسلم بن عزيز المحرمي. هذه نتيجتنا، مشاهدينا متابعينا الكرام. وأن سألتوا عن وقعنا فنحن غادرنا لوحة 2 كيلومترات، بدينا مع العد التنازلي لمجريات هذا الشوط. وضرغامة تسيطر، على المقدمة لمحمد بن سعيد بن هويمل العامري. ولكن أرى القدوم والتسلل، أرى الانطلاق المثير، أرى هني هزر اللي انطلقت بالصدارة، والهزر فيها أيضا والهقوة قوية مع انطلاقتها المتميزة. محمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري المركز الثاني، القدوم، من فكرة للسالم بن مغير بن سالم بن حارب العميمي. أي فكرة تقدمها يا العميمي مع هذا الانطلاق المتميز. ولكن أرى المركز الثالث، أرى هني ظن مع المركز الثالث لعبد الله بن طالب بن محمد بن شفيع من يتابع انطلاق الظن. ومن الجانب الآخر ضرغامة لمحمد بن سعيد بن هويمل العامري. والقدوم، من الشاهينية للسعد بن سعيد الرفادة المري، الشعار الرسمي يتسلل ينطلق مع المركز الخامس مع التحديات المثيرة.
الكرة مع الانطلاقات الرائعة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن لنا عودة مع الصدارة، مع البداية، مع المقدمة، مع التحدي المثير، مع الانطلاق الرائع والمغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير والخطير، وهزر على رأس الحرب يا الرشوط. بالفعل محمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري من يتابع انطلاقة هزر والقدوم من الشاهنية لسعد بن سعيد الرفاده المري ينطلق بتحدياتي وانطلاقتي، هذا الشعار المتميز في هذا العالم الساحر. ولكن هزر صامدة على المقدمة مع التحديات الرائعة. الشاهنية تحاول الثنتين ابتعدن وناموسي هذا الشوط حاير وطاير ما بين الشاهنية، ولكن هزر هي الأقرب. اللحظات الأخيرة هزر على الصدارة، تهانينا من هذه اللحظات لمالك هزر محمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري. سلام دولة الإمارات، سلام. اسعدت مساء يا هالي الوقن بمدينة العين مع الأداء المثير اللي قدمته هزر. تهانينا محمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري على فوز هزر بالمركز الأول. المركز الثاني اللي وصلت في اللحظات الأخيرة أمنية ليحيى بن صغير بن قنون بن يراد. المركز الثالث ملاذ لراشد بن زيد بن راشد البحيح المري. المركز الرابع التحديات أيضا من الشاهنية لسعد بن سعيد الرفادة المري. والمركز الخامس الانطلاق أيضا والتحديات من نصيب منصورة لحمد بن مطر بن حمد بن عميرة هشامسي. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام. هذه اللحظات أيضا ولحظات وصول هزر إلى خط النهاية فت الخمسة كيلومترات. تهانينا لمحمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري على فوز هزر بالمركز الأول. تأتي بتوقيت زمني مقداره 7:43 وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري، وسلام يا العيس، سلام. وسعدت مساء يا هالي الوقن مع الأداء المثير اللي قدمته هزر، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني. هذه لحظات وصول وتحديات أمنية اللي فاجأتنا في اللحظات الأخيرة. 7:45 وجزئين من الثانية. تهانينا ليحيى بصغير بن قنون بن يرادة الكتبي، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث فاجأتنا أيضا في الأمتار النهائية ملاذ لراشد بن زيد بن راشد البحيح المري. تقطع مسافة السباق في فترة زمنية مقدارها 7:45 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا للجميع والناموس.